لتأسيس شراكة دولية مع منظمات الأمم المتحدة، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة بالنادي الصحفي السويسري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الحقل الإنساني، وذلك لاستعراض الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسط المنظمات الدولية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز إغاثي دولي يقدم الأعمال الإغاثية والإنسانية لجميع المحتاجين في العالم دون أي دوافع خفية، ويؤسس كذلك لشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني، وهذا واضح وجلي من خلال البرامج التي نفذها أو تعاقد المركز مع المنظمات الدولية عليها، وهي 8 منظمات في جميع القطاعات اللي هناك احتياج للإخوة اليمنيين فيها، سواء كان في الغذاء أو في الصحة أو في الإيواء وغيرها من البرامج. أكدت الإحصاءات الدولية أن المملكة العربية السعودية تبوأت المركز السادس عالميا في مجال العمل الإنساني، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات لأكثر من 95 دولة في العالم. وعلى المستوى الإقليمي خصص مركز الملك سلمان 274 مليار دولار للعمل الإنساني في اليمن. الإحصاءات تقول أن المملكة احتلت المركز السادس العام الماضي عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 700 مليون دولار تقريبا. أيضا خلال الأربعة عقود الماضية المملكة قدمت ما يزيد عن 115 بليون دولار لأكثر من 95 دولة بمتوسط 1.5% من إجمالي دخلها. اليوم أيضا في هذه الندوة ركزنا على جهود المركز في اليمن الشقيق والبرامج التي قدمتها ويتم العمل بها على الأرض من خلال المبلغ الذي تم رصده من قبل خادم الحرمين الشريفين وهو 274 مليار دولار. أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال العمل الإنساني على أهمية الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، واعتبروا أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني سيساهم بصورة واضحة في تحسين العمل الإنساني على المستوى الدولي. It's a very important initiative in Saudi Arabia and in the Middle East generally. I think making very important contributions to the relief effort in Yemen to start with, but we look forward to working more closely with the center in the future as well, because as we heard today, المساعدات اللي قدمتها المملكة العربية السعودية في للأزمات المتتالية عظيمة جدا ولا تحصى، وإنما تأثيرها على المنكوبين كان واضح وعلى الدول التي تقدم فيها المساعدات، وبتقابل ترحيب كبير جدا من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تستلم لاجئين من سوريا مثلا في الأردن أو لبنان أو غيرها من بلاد الشرق الأوسط. لم ينحصر دور المملكة العربية السعودية في تقديم الأعمال الإنسانية، بل للمملكة العربية السعودية دور قيادي وريادي وسط منظمات الأمم المتحدة. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الناضي الصحفي السويسري، جنيف.